قريود. طبعا بصبوط مفيد جدا للفراخ. عظم الحبار انا ما بقطعه، يعني دائما انا عندي علكات دائما بركب لهم، بحط قطع صغيره كل ما تخلص اشوف هو خلصت بحط واحده جديده. في الغيار وفي الموسم كل الاوقات حطه، بخليها ما بشيلها، يعني اقول مدار السنه في كل ما المواسم. ما بيأثر، لانه انت ما هذا مو في شغلات اللي هي بسموها انت مو مجبور للطير انه ياكلها، هو بيجيب كيف بيجيب اخر لما هو بحاجته بروح عليها، بس العلف اجباري لانه اكله الاساس، المي اجباري، بس الشغلات الثانيه مثلا زي الفسفور تحط جريتس مثلا اللي هو بتعرفوا الجريتس الاحجار، هو الطير بيختارها، بس بحبها في فتره اللي بده يجهز فيها، والاناثي بتلاقي في تركيز عليها كثير، وفتره الموسم كمان بسحبوه عشان الفراخ. بس سبحان الله شغله زي عظمه الحبار محطوطه بتلاقيه هيك زهكان نزل عليها نقر له شوي، في الموسم بتلاقيه اكل اكثر شوي، في الغيار بوخ بزياده، يعني تلاحظ ان بالغيار بفرموه الفرن.